مره كان هضر عليا ماشي مزيان صوته مول الماتش ديال الجزائر، وقال شي حوايج هو اللي لعب الكره اللي لعب عارف كاين واحد يقدر يغلط. قلت له شحال باش نديرو مشكله في الخدمه ديالو ولا شي حاجه؟ نو 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 ما خرجتي نو. بانترفيو. قلت له لا فيغيتي، قلت له سي مين كتفرج في الكوب دافريك التالي اللي شفناه كيف خرجت المغرب مع اللعبه اللي عندها. كنهضر كيف واحد كيهضر كره ماشي بلينا انا كنلعب في المنتخب ولا ما كانش منتخب غير فوا. وليد شنو مشكلتك معاه؟ جيتي سبحتي هاجمتيه؟ نو ما عنديش مشكل معاه، غير احنا ما كنتفاهموش. ما عجبنيش واحد المره كنهضر عليا ماشي مزيان صوته مول الماتش ديال الجزائر، وقال شي حوايج هو اللي لعب الكره اللي لعب عارف كاين واحد يقدر يغلط، وكان قال شي حاجه ولا كنت انا عمره ما يرجع المنتخب بلا بلا بلا. هو مازال كان مازال ما كان مدرب وما قلت له والو، ما واجبت عليه. ولكن انا قلت لك انا كنعرفو ما عندي مشكله مع ما عنديش مشكله معاه، وكنتمنى له كل خير، ولكن ما عندناش الكاركتر بحال بحال. لا الراجل لا بيرسوناليتي ديالو ما كتفهمش معاه، وهادشي هو عارفه. شنو كيفاش ما كتفهموش؟ كيف كيشوف حوايج كيف كيفكر من كاركتر ديفيرون ماشي بحال بحال. مي تي ربح تيحقق ارقام طلعنا لا دومي فينال. ما كنهضرش على لونترينور، كنهضر على اللوم. اللوم سي با ماشي كيف انا كنفكر وكيف انا كنشوف الحياه، ماشي بحال هو كل بوزي. باسكو انا ولا عندي شي حاجه نقولها له نقولها له في الوجه، هو عارف هو ما يقدرش يقولها له في الوجه. وعلاش اختاريتي هذيك الظرفيه هذاك الوقت باش تعاتبو ولا تقول عليه؟ كان عنده دو ماتش امبورطون، لا كاليفيكاسيون ديال لا كوب دو موند عادل. نو مي ولكن انا ما قلتلوش هادشي باش نديرو مشكله في الخدمه ديالو ولا شي حاجه. نو 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 ما خرجتي بانترفيو. قلت له قلت له لا فيغيتي، قلت له سي مين كتفرج في لا كوب دافريك التالي اللي شفناه كيف خرجت المغرب مع اللعبه اللي عندها. كنهضر كيف واحد كيهضر كره ماشي بلينا انا كنلعب في المنتخب ولا ما كانش منتخب غير فوا. كنظن بان الكره عندها الالزايمر، كتعاني من مرض الالزايمر، كنساو مجدها باطل وما تنساو كل شيء. الا كانت ديفيت وحده وانت عايش وعارفه كتخسر مره كينسى لك كل شيء. احنا الكره سي كوم سا سي ابخي. كيف نقول لك ابخي هو طلع على بار كبيره اول مره رجع للمنتخب شاد دومي فينال كوب دي مون، سي نورمال الناس غادي يعايشوا. نو ما خصكش تنساه شنو دار، سي مانيفيك. ولكن ملي كتوصل لهذاك الشيء دير لي ريزولتا مع الاسبان لو بورتغال لا كرواسي لا بلجيك كان تو جوغ خلطان زايني ولا داكشي، ومش نقول لهم يمكن عاونهم لما تتعلم على الافريك ماشي هي لوروب ماشي هي لو جو اوروبي انت تعرف هادشي كثر مني. وي سا سيغان افوار لي تيغان لي كونديسيون جو داكور افيك توا، مي سي جوست كو المغرب خصو دابا مع اللعبه اللي عندها فوك سا دوفيان واحد الفرقه في الافريك كي دومين. هادشي اللي قلت، مي سينو انا جي ني امبيسيون باش نولي مدرب ولا يجري على مواليد باش غادي نربح. انا كاني ماشي هادشي اللي كنتمنى له. نو غير كنقول صح. بغيت نقول لك بان في الفوت انت تقول هادشي اكثر مني بان يا با اون كروند اي بوتيت ايكيب، وهادشي شفناه الى عقلتي على الكاب فيغ الى اليميني الكاميرون شحال هذا، وكان الكاميرون كانت فرقه كبيره ديغنييغمون شفنا لا كوت ديفوار كانت خارجه ومن بعد رجعات غراس على سيليكسيون ماروكين. دونك الفوت ما فيهاش غير اللعب المزيان وكروند ايكيب ياك. وي نو مش داكور افيك توا، مي ابخي اوسي شنو كنبغي نقول لك انا، هو من وصل لقى الفرقه موجدة نو موجدة ولا والو مع واحد خليل طلع على كوب دي موند وليد بعيد على لوتيك. لا بغيتي طلع على كوب دي موند ولكن كان ما دار والو. لا ما كنشوفوش فرقه. سي بوسيبل ابخي وي ما كناش كنلعب زوين ولكن ما كناش كنشوف فرقه، وما كاينش شي مغربي كيتفرج في الفوت وكيخرج من بعد الماتش ديال الوحيد خليل وزيد وما مشي مع الصب. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه مش دقه اكتر مشيو انا وياك كاينه ولا ما كايناش؟ صافي نمشيو. ولا بغيتي تقول لي شي حاجه وليد؟ نو والو والله ما شنو بغيت نقول، ما غير الناس باش ما يفهموهاش با بيان. ماشي انا ضده شي غير ما عندي والو ضده، كنقول لك غير الشخصيه ديالو وديالي ما كيتفهموش. هو راه عارف هادشي نقدروا ماشي كنقول كتقول انا كندير هادشي باش يجري علي. نو جو فو انا ما عنديش كاع هادشي، هادشي ما عندي ما نربح منه. نقدروا ما نتفاهموش مع الشخص اكزاكتومون بزاف، ولكن كتحيي الخدمه ديالو. نو الخدمه اللي دافلك بجمعه وي اللي دافلك هذاك الاخير. نو ولا ربح جوج ماتشات الاخرانيين بوغ لا كاليفيكاسيون الفراخي مع من لعب. انا ما كنعملش فرقه صغيره فرقه كبيره. انا كنعمل كتعمل انا لعبت كره وكنعمل في الكره ولا تقول لي في الكراند كومبيتيسيون لا كوب دافريك لا كوب دي موند نقدر نقول لك واه، مي في ليزيليميناتوار وهذا الشيء زعما مع الفرقه اللي واش كتفسر لي شيفر ديال لا كوب دافريك الاخرى؟ لا كيف قلت لك انا موش انا اللي كيعجبني اللعب، ما كتفرجش غير في لي ريزولتا، انت كتفرج لي ريزولتا. ولكن هذه كره القدم كتعقل على لي ريزولتا. ولكن ما كتعقلش على شي واحد، ما كتعقلش على لا كوب دي موند. ولكن انا كيف كنتفرج الكره ماشي بحالك، انا كنتفرج كاللاعب كيفاش واحد كيبريسي كيفاش واحد كيلعب. شنو اللي مهم في الكره؟ نو بجوج ولا اش دير بجوج؟ ماشي احسن دير بجوج؟ ولكن المهم تربح بيان سور ريزولتا اللي كيجيو جوج الناس، ولكن ولا تقدر دير بجوج سي ميو. نشوف كاينه ولا ما كايناش؟ انا ما كايناش كاينه ولا ما كايناش. وضيفنا في احكي لشهرزاد على غادي دوزيام بوان هو لاعب كرة القدم عادل كهربت.
فهاد الفقره عديل كنعطي مجموعه من الاخبار لضيوفي هما كياكدوها لي ولا كينفيوها لي ولكن حتى الان حتى شي واحد ما نفى لي الخبر. كنجيب غير الخبر كنعرفها انا وانت ولونطوغاج ديالك صافي. فاش كنتي كتلعب مع فولهام كنتي في الاحتياط وبغى يدخلك المدرب في الميتون الثانيه وما كانش عندك الشخط؟ لا انا كاينه ولكن انا كنت في الماتش ما كنتش لاعب اساسي كنت في بلاصه ومن الانتخاب بغا يدخلني والهفنا في انجلترا البرد صافي جو انا درت السيرفا ديالي وانا غبالي راه عندي شورت تحت مين قال لي اجي ادخل مين بغيت ندخل ما لقيت ما كاينش شورت هو كيقول لي مازال ما واجد وما بغيتش تدخل ولا شنو وانا قلت له واحد كاين سير راني نسيت الشورت وفلان صطاد الفيستير دلوت كوتي من الباصه الاخرى ومشى مشى كنصبرو كنقول عين نسيت البروتيج نسيت هادشي تايجي هذاك دخلت انا غبالي كان غادي يقول صافي ما غاديش تدخل وصبرت معاه وبقي كامل دخلت مع نفس الفرقه كنتي لاعب وكنتو خاسرين وخرجك المدرب في البروميير ميتون فاش يلا سالات الميتون خرجك وانت ما بقيتيش كملتي الماتش مشيتي خديتي غريبه هاد الخبار ما عرفتش كاينه ولا ما كايناش خديتي لو بوس روج ديال لوندر وكلهم كيعرفوك في الانجليز وتيشوفوك وتيقولوا لك واش انت ما لاعبش شنو كدير هنا بالعصاب ديالك العصاب ديالي ما كنتش مزيان خاصنا كنا خاسرين 3-0 لانترينور دار اللي عنده الحق بدل ثلاثه اللعابه وانا كنت في منهم ولكن انا ما كنت بغيت نصبر نتفرج ميتا جوجا وبغيت الطاكسي ما كاينش باسكو من كتلعب في الستاد كلشي محب ما كلش مبلع ما نقدرش ندوز حتى شي بلاصه مشيت على رجلي لقيت واحد البيس الحمر اللي معروف في لندن وركبت معاه مع ناس نورمال شافوه والناس كيفاش شنو كاين داير ما لعبتي ما غاديش تلعب دوزيام ميتا ما تقدرش تشوف صحاب صحابك وهذاك الشيء ولا غدا في لابريس بارتو شنو هاجموا بزاف قالوا شنو دار ولكن ضحكوا زين قالوا هادشي عمره ما تشاف ولكن كنت قلت لك الصغار والعقل ما كانش بزاف ندمت عليهم ماشي كنقول لك هادشي اللي كنقول بلي انا بزاف لي زيغ اللي درت راسي عمره ما زعما ما حديتي شي واحد نو جامي واخا هاد الخبر كضحك كنتي جاي مع المنتخب الوطني المغربي من سونتر افريك وجات عندك في الطياره لوتيس قالت لك الله يخليك خلص اشنو عندك بارفان دادا من بعد فكرتي هاد الخبر اشنو وقع؟ كنا راجعين من سانتخافي كنا لعبنا تماك كان كان عايغ غيرت كان سعيد فتاح عزيز عليا بزاف وانا كنت ناعس كنت وجات واحد لوتيس فيقتني قالت لي راه عندك هادشي ما تخلص قلت لها ولكن ما شفتش قالت لي راه هذاك الدري وانا دورت هكذا نشوف سعيد اي خلاص اصاحبي خلينا نفرحوا اللي بعدها وديما كان هكذا مع سعيد سعيد فتح سعيد فتح قال لك غير خلص اصاحبي خلينا نفرحوا المدام نورمال ولكن هو كان عزيز علي ولكن هو كان عزيز علي بزاف كان يعرف ما عمره ما نقول لا كان عارف هذاك الشيء وخلصتي؟ وقال عليك سعيد فتح شفتو هضر على بزاف ديال الحوايج كان عادي كان كيتهلا فينا وهذاك الشيء الحمد لله كنقول ديما كنت كنجي في المنتخب كنت كنبغي نعاون الدراري سخوتو هادو اللي كانوا كيلعبوا هنا في الشامبيون المغربي باسكو الحمد لله حنا ملي كنلعبوا في الاوروب الحمد لله سي عندنا الحوايج بلي فاسيل والمغاربه ديما بغيت نعاونهم بلادي انا كنت كنهضر معاهم بالعربيه الناس ما كيعرفوش كاع كنهضر العربيه مزيان هكذا كنشط كنضحك معاهم حتى انا كنت شويه داصر وهما داصرين هما نيفو اخر صعابين لاعبين البطوله صعابين عليكم صعابين كيخلعوكم لا خلعونا لا ولكن في الضحك وهذاك الشيء واعرين وانا كان كيعجبني هذاك الشيء كنت كنجلس كنجمع معاهم بزاف كاينه ولا ما كايناش فاش وصلتي البرتغال كانت عندك اون تري بيل فواتور سياره فارهه ولكن كان لا بريس والناس كيهضروا عليك على الطوموبيل ديالك اكثر من فرقتك واكثر من اللعب في الفرقه ديالك اكثر من اللعب ديالك جا عندك مدرب قال لك بيع الطوموبيل كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه من وسط البرتغال كنت جيت مع العقليه ديالي ديال الانجليز وفي الانجليز نورمال ولا كتلعب الكره وتقدر تشري الطوموبيل زوينه الدنيا عاليه ما عندوش مشكل اللي يجيب طوموبيل واخا عندك 20 عام 21 عام ولكن انا جيت في هذيك العقليه